حياكم الله من جديد. نجح الشاب السعودي عبد الله العسيمي في تحويل موهبته إلى مشروع ناجح في فترة قصيرة بعد ما أخذ مجازفة تقديم استقالته من عمله السابق كموظف استقبال ليتحول إلى مصور محترف. واستغلاله لهذه الموهبة خصوصا مع ثورة التصوير الرقمي الحاصلة مؤخرا، وقرر عبد الله أن يسخر كاميرا الجوال المتداولة لدى الجميع ليلتقط بها صور احترافية ليثبت أن عين المصور أهم بكثير من الكاميرا بحد ذاتها. لنتعرف أكثر عليه وعن هذه التجربة في عالم التصوير ينضم إلينا في الاستوديو المصور عبد الله العصيمي. صباحك الله بالخير عبد الله. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. احنا تحدثنا بشكل سريع عن انه انت كيف تحولت من موظف استقبال الى هذه الهواية اللي حولتها انت الى عمل احترافي. لو تحدثنا اكثر يمكن بتفصيل اكثر، اخذت مثلا كورسات عشان الناس اللي كمان عندهم موهبة اذا حابين يكرروا هذه التجربة، حدثنا عنها اكثر. طبعا اول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة، وانا فخور اليوم اكون معكم في صباح العربية. أكثر. كثير من الناس يعني يعتقد ان مثلا عبد الله بدا على طول كذا كمصور واسس مثلا مشروعه وبدا وصار عنده عملاء كثير، ولكن يعني دائما لازم الناس يكون عندهم معلومه وتكون في بالهم دائما ان الانسان اللي يبغى يوصل لشيء معين يعرف ان هذا الشيء هو قريب من قلبه. عبد الله كيف اكتشف ان التصوير قريب من قلبه؟ لما جربت اشياء كثيره في التجارب الكثير اللي قبل أكدت لي أن التصوير هو الشيء أو الهواية اللي هي قريبة مني، هي اللي أنا حبيتها وبعطيها من وقتي وبتعطيني. فمريت في تجارب كثير، يعني كنت أول في وقت الصيف في الثانوي كنت راح أشتري حبحب من سوق العزيزية. أوكي حلو ممتاز والله. أنا تعجبني ترى قصص النجاحات. يعني ما كان في هدف أني أنا كسب ربح، بس خوض تجربة يعني ما أدري شلون. فكان عندنا ديدسن في البيت يعني اوكي حلو، و500 ريال من ولد خالتي الله يطول في عمره، كان ذيك الايام يقول لي تعال يا عبد الله روح اشتغل تتعلم تروح تشتري جح وراح اشتري بعد صلاه الفجر. طبعا البطيخ اللي هو طبعا نسميه احنا السعوديه، فبعد صلاه الفجر اذا فاتك السوق خلاص ما عاد تلحق على شيء يعني تصحى بدري نص ساعه بس. فكان اروح السوق واخذ منهم واخذ واشتري مثلا تطلع ليل واحده ب 7 ريال ابي حب 12 ريال ب 15 ريال فائده كم 7 ريال او 6 ريال. فكانت تجارب حلوة. بعدين كذا سبحان الله مرت في تجارب كثير، حتى أنا توظفت في استقبال في شقة فندقية كان الراتب شوي كويس، وداومت معهم تقريبا 10 أيام. وسبحان الله ذيك الفترة لما أنا كنت أداوم في الشقة الفندقية كان عندي التصوير نفس الشيء، فجت فرصة كذا عظيمة فرصة يعني. وانت كنت موظف كنت تصور في نفس الوقت بالضبط، يعني بديت تكتشف ايش حبك للتصوير. كان معي كاميرا كذا وبديت بمشروع يعني مبسط. فلما جتني فرصة كذا عظيمة، والفرصة هذه كانت لا تفوت صراحة، وهي فعليا سوت نقلة قوية. كان في معرض الكتاب عندنا في الرياض. أوكي. طبعا كل المعارض الموجودة في معرض الكتاب هي كلها كتب صح. فأنا كنت أخلص من دوامي في الليل وأطلع أصور لجمعية الزهايمر، كان عندهم بوث في المعرض. حلو. فشفت الوضع كذا كأن في شيء يعني سبحان الله يجذبني، يقول لي عبد الله تعال جيب الاستديو حقك هنا صور الناس اطبع لهم صورهم. كانت فكرة جديدة من المشاركين لأن هم ما بيكونوا حاطين في بالهم. دخلت على إدارة المعرض، السلام عليكم أنا عبد الله العصيمي أنا صاحب استديو فريم استديو كذا وعندي مشروع و و و وأبغى أخذ معرض. قال لي شلون تاخذ معرض؟ انت تصوير مالك دخل. قلت انا عندي فكره حلوه. الفكره هذه صدقني بتنجح. وكان هو يعني احب اصبح عليه الاستاذ عبد الله الكناني ابو مازن، هو اللي فعليا صراحه احتواني كذا. قال لي خلاص روح اكتب لي الفكره على ورق وجيب لي شكل الفريم هذا اللي تتكلم عنه وتعالي جيب لي اياها يعني اليوم الثاني. فرحت فعليا للمكتب وكتبت كل الاشياء اللي احتاجها وسويت الفريم اللي بيحتاجه وكل شيء وجيت قدمت له. قال لي خلاص بيكلمونك. سبحان الله وانا في الدوام اليوم الثاني يتصلون علي السلام عليكم تعال عندك موقع خذه يلا ابدا صور الناس. ممتاز. صورنا صار من هنا العالم. كانت الانطلاقه من هنا كانت تقريبا الانطلاقه اللي مع الجمهور مع العالم. إيه. الناس بدات وبدأ الناس تعرفك بدات الناس تعرفك. طيب ايش حكايه انك الان اصبحت تصور بكاميرا الجوال؟ وانت جايب لنا صور بس يا ريت تاشر لنا اذا هذي طلعت هذه جوال هذه جوال هذه جوال هذه كمان جوال. ما شاء الله ايش الايفون ايفون طبعا انا بديت من ايفون من البدايه. هذه كمان جوال هذه كنت راقي فوق برج ايه؟
نفس الشيء هذه في جوال هذا. يعني الأغلبية جوال. واو. أوكي. الفكرة هذه كمان جوال؟ هذه الصورة أنا سميتها مستقبل وطن. إن شاء الله بإذن الله إحنا مقبلين على مستقبل بإذن الله عظيم للمملكة العربية السعودية إن شاء الله. نفس الشيء هذا. اللي تو بس لو ممكن نرجع لها إذا في إمكانية. المستقبل الوطن اللي هي الصورة بلاك اند وايت هذه كمان بجوال؟ بالجوال. كيف وصلت لهالدقة والتفاصيل الصغيرة في الصورة هذه يعني؟ الفكرة وشو؟ ان اول الناس يعني تعتقد ان اي صورة جميلة خلفها ايش؟ كاميرا قيمتها 30,000 أو 40,000. لا هو الفكرة المقولة تقول عين المصور هي الاساس. صح. والكاميرا مجرد وسيلة. فأنا كيف أستخدم الوسيلة اللي معي وأصير أطلع بنتائج حلوة. بس أمانة أنت ما بعدين أخذتها فوتوشوب وغير أكيد يعني. ما في فوتوشوب، هي برامج فقط موجودة في الجوال. كمان أبليكيشنز. موجودة في الجوال يعني كل الناس تعرف البرامج الموجودة الآن اللي هي أكثر فلاتر. الفلاتر الموجودة. خاصة البنات هي تكون سمينة ودبة وفجأة تصير موديل. تسوي ميك اب وتغير عيونها. يصير كذا سبحان الله. تسوي كونتور. الفكرة دائما لما أنا بطلع بصورة مثل هذه مثلا. الصورة هذه وش فيها؟ طبعا فيها عدد كمية كبيرة من البكسل. عدد كبير من البكسل وكمية كبيرة من الألوان. فهذا الشيء اللي نحتاجه كمصور في الجوال. إنه تكون عالية الجودة. يعني أي عالية الجودة في الجوال في خاصية كثير من الناس يجهلونها. كم ميجا بكسل يعني ممكن أنها تأدي الغرض معك؟ فوق 12. فوق 12. أي كاميرا جوال. 18. الآن كاميرات وصلت 18. صحيح. كاميرات يعني ما شاء الله الآن وصلت إلى عدد بكسل كبير. صحيح. فكل ما زاد البكسل كل ما ارتفع سعر الكاميرا. فأنا كمصور ما أقدر أصور مثلاً بكاميرا مثلاً قيمتها 30,000. عندك الآن الجوال في خاصية اسمها الـ HDR. إذا أنا شغلتها. صحيح. الخاصية هذه تعطيني عدد كبير من البكسل وكمية كبيرة من الألوان. فهذا اللي أنا الشيء اللي أحتاجه. فكل الصور قاعد تشوفها الآن يعني أقدر أطبعها إلى 2 × 3 أمتار عادي. حلو. طيب عبد الله كمان حدثنا أنت كمان تحولت إلى مصور نجوم عندك. صحيح. كنت تروح حفلات تصور نجوم. إيش الحفلات اللي صورتها؟ مين النجوم اللي تعاملت معاهم؟ هل فقط تصوير في الحفلات ولا كمان بورتريهات؟ طبعاً أنا صورت حفلة الرياض اللي كانت في الرياض أول حفلة راشد الماجد مع روتانا. حفلة راشد الماجد محمد عبده وانتشر كثير صور لي. صورت أمسية الأمير بدر عبد المحسن. بالإضافة أن كنا إحنا المصورين الحصريين لأمسية الأمير عبد الرحمن سعد. كل الصور اللي قاعد يشوفونها في السوشيال ميديا في الجرائد كلها من تصويرنا. بالإضافة أن صورت عمل مع الفنان تركي عبد الله أوفي دنيا. هذا البوست نفسه والعمل كله من عملنا. بالإضافة أن الأسبوع الماضي كان عندي الكابتن ياسر في الاستديو. ونعم فيه ونعم في كل ما ذكرتهم. لكن بسألك كمان أنه صديقنا الجميل عبد الله المغلوط الكاتب عبد الله المغلوط كمان كتب عنك قصتك. صحيح. وأيضا حمد القاضي كذلك كتبوا عنك. لما تجد هؤلاء الأسماء يكتبون عن قصتك إيش هذا يحسسك فيه بالضبط؟ هل يحسسك بالمسؤولية ولا يحسسك بالإنجاز اللي أنت كذلك قمت فيه؟ شوف أنا عندي حاجة أؤمن فيها دائما. دعمني معنويا ولا تدعمني مادي. ممتاز. الدعم المادي ممكن في لا تعطيني سمكة كل يوم بل علمني كيف أصطاد. بالضبط. ممتاز. شكرا. المهم نشكرك جزيل الشكر المصور السعودي عبد الله العصيمي. شكرا جزيلا لك. شكرا عبد الله.